السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الجدي. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. انزل يلا باللايك وبالتعليق وقول ورايا الدعاء ده: اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، فرج همي ويسر امري وارحم ضعفي وقلة حالتي. ان شاء الله باذن الله الدعاء يكون طاقة ايجابية ليك ويدخلك في ايام مباركة. خلي بالك يا برج الجدي ان انت عندك اكتمال فرحة ان شاء الله باذن الله لحياتك، ونشوف مع بعض اخبارك. الفترة دي انتوا الحسد مسيطر عليكم واكل جدار حياتكم. انتوا حاسين ان انتوا مهمومين الفترة دي، او حاسين انه في خوف من حاجات كتيرة جدا. انتوا بتتمتعوا بالجمال، بتتمتعوا بالنشاط، بتتمتعوا بالحيوية اللي جواكم، لكن عندكم امور منعكسة تماما على حياتكم. ان شاء الله باذن الله خلال ايام ربنا هيديكم من خيراته وهيكرمكم. في كمان انتوا الفترة دي البعض منكم عندكم علاقة مع ابراج ترابية، في شوية مشاكل او في شوية امور، في حد فيكم عايز ينفصل، في حد فيكم عايز يبعد، لكن انتم معمول لكم عراقيل كتيرة جدا في حياتكم، والعراقيل دي سببها العين الرشقة في حياتكم. في حد عندكم بيحاول يقرب منكم وانتم بعدتوه عنكم لان بتقولوا الشخص ده مش كويس. اي نعم هو كان بيحبكم بشكل كبير جدا، لكن انتم ما حبيتوهوش او ما اهتمتوش بيه. البعض يعني انتم يعني مش زي اي حد، انتم ليكم علاقه واحده في حياتكم، ما ينفعش تكونوا متعددين العلاقات، لكن في شويه عراقيل. انتم اتطعنتوا من ناس كتيره جدا، واكتر حد اتطعنتوا منه الاشخاص اللي من اهل الشريك او اهل الشريك. يعني حاسين ان انتوا خلاص، البعض منكم كان بيفكر يمشي، البعض منكم كان عايز يهاجر، كان عايز يبعد، كان عايز يطلع، كان عايز يعمل حاجات كتيرة جدا في حياتكم. انتوا كان دايما في صداع مستمر عندكم، ودايما بيجيلكم وجع في الجسم، الله اعلم، كان دايما في شوية طاقات مؤثرة عليكم. كمان انتوا هتطلعوا من المشكلة كانت مؤثرة عليكم باكتر من حاجة. في حد بيعمل لكم سحر من طرف تاني، او في طرف تاني مش كويسة. في تهديد بينكم ما بين برج العذراء، او في كلام يخص برج العذراء بشكل كبير جدا. برج العذراء ده مأثر عليكم، ضغطكم، مش حابب لكم اي حاجة، لكن انتوا الحال الصحي هيتحسن عندكم. ده لو انتوا تعبانين في صحتكم هيكون في امور عندكم. الفترة دي كمان انتوا بتحاولوا تسيطروا على اموركم، بتحاولوا ان انتوا يعني تدوروا على الاستقرار، لكن في حاجات واقفة، في رد اعتبار ليكم او تحسين من الامور اللي انتوا فيها. انتوا واقع عليكم ظلم، او في دقات قلب سريعة، او في وجع في المعدة، وده ضغوط نفسية. عندكم نبضات في القلب، في حاجات يعني مأثرة عليكم. طيب انتوا الفترة دي مفيش عدم استقرار، في تشتت عندكم، وفي شوية نفور بينكم وبين شخص، يعني بينكم وبين حد، يعني ممكن يكون الفترة اللي فاتت كانت في شوية مشاكل بينكم وبين الشريك، كان في شوية ضغوط بينكم وبين الشريك، كان الامور مش متوازنة، كانت الامور مش مدياكم اللي انتم محتاجينه. البعض منكم حرفيا حرفيا هيكتشف سر، هيكتشف خيانة من الشريك او من حد من اهل الشريك، في اكتشاف سر او خيانة، وهتبقوا انتوا مش مصدقين الصدمة، لكن هتاخدوا حقكم وهتردوا رد اعتباركم بالسنين اللي انتوا ضيعتوها على ناس ما تستاهلش. طيب البعض منكم ما عندوش توازن في اكتر من حاجة، او مستني حاجة جديدة، الله اعلم. في ناس منكم او في ناس في حياتكم عندها خمول، كسل، ارهاق، حاسين عايزين تقعدوا لوحدكم، عايزين تبعدوا، عايزين تمشوا، عايزين تعملوا اكتر من حاجه جديده. فخلاص حان الوقت ان انتوا تحطوا رجلكم على الارض الصلبه، حان الوقت ان انتوا تحسنوا الاوضاع بتاعتكم بكل الاشكال عندكم. عايز اقول لكم ان في تسليط او في وسواس انتوا ماشيين وراه، وده اكبر غلط.
انتوا بترموا ودنكم للناس الاخرين، فبالتالي هم بيكونوا عارفين ان انتوا بترموا ودنكم، فبيأثروا عليكم وبيضغطوكم نفسيا. ما تسمعوش لاي حد وما تستنوش اي حاجة من حد، لان انتوا من وقت للتاني بتحسوا ان جسمكم وجعكم، جسمكم مأثر عليكم، شوية عراقيل عندكم الله اعلم، جواكم كمية حزن محدش يعلم بيها غير ربنا. فانتوا فقدتوا صديقه او بعدتوا عن صديقه بسبب الغدر، والصديقه اللي المقربه ليكم دي وقع بينكم مشاكل وعرفتوا ان هي خاينه وبتتدخل بينكم وما بين حد، وكسرتكم ودمرت نفسيتكم، وانتوا اللي دفعتوا الثمن رغم ان انتوا كنتوا كويسين جدا معاها. طيب انتوا كنتوا عايزين حاجه او بتحبوا حد او في حد في حياتكم وحاسه كان فيه مشاكل على اتفه الاسباب، على اي حاجه دايما مشاكل، وانتوا ما عرفتوش تاخدوا القرار ولا تعملوا ايه، فانتوا الفتره دي حرفيا الشخص الاخر اللي موجود في حياتكم معمول له سحر بعدم الاستقرار، والشخص ده يعني تعبان وانتوا حاسين ان هو كده، هو مش كده، هو في حد عامل له سحر يعني عايز يخرب عليكم. فخدوا بالكم من نفسكم، في رجوع مع حرف الميم وحرف الالف وحرف السين، في رجوع مع الحد ده، وهيبقى في كلام او في طاقات الله اعلم، لكن هيبقى في صلح، لان حصل عندكم خصام من فتره، والخصام اللي حصل عندكم ده هيبقى في امور مستجده. انتوا ما بتحبوش اي حد يحبطكم، لكن الاحباط مسيطر عليكم ومخلي حياتكم ملتزمه بالاحباط باكتر من حاجه. عندكم اخت او صديقه او حد ليكم انتوا بتحبوه من دمكم ولحمكم، مش من دمكم ولحمكم يعني عارف اسراركم وانتوا بتحبوه، هيبقى في خطوبه، في زواج، في استقرار الفتره اللي جايه. كمان انتوا هنا ما بقيتوش تحسوا باي حاجه مستجده، البعض منكم كان مضغوط الفتره اللي فاتت دي وعشان كده انتوا تعبتوا او يعني ما بقيتوش مستنيين حاجه من حد، فخلال فتره او ايام معدوده بفضل ربنا هتوصلوا للحاجه اللي انتوا عايزينها. البعض منكم عنده عقارات، البعض منكم عنده شقه بيبيعها او هيشتري شقه الله اعلم، او عايز يبيع حاجه. انتوا هتكونوا اصحاب مسؤوليه الفتره دي، بس خلوا بالكم من حركاتكم وخلوا بالكم من السكوت بتاعكم، علشان في ناس عايزه حاجه منكم وانتوا مش هتدوها. طيب انتوا الفتره دي هتكون فتره سعيده لحياتكم، هتكون فتره تغيير ليكم. طيب عندكم انتوا مشاكل او عايزين تعملوا عمليه، عندكم الغده، عندكم حاجه تعبه جسمكم، لكن بفضل ربنا هيكون في شفاء في حاجات في حياتكم. طيب انتوا هنا بتحبوا حد ومنتظرين منه مكالمه، او نفسكم تسمعوا صوت حد، مشتاقين لاولاد او لحد غايب عنكم الله اعلم. طيب في حد تخلى عنكم في وقت انتوا كنتوا محتاجينه، او انتوا كنتوا مستنيينه وتخلى عندكم، انتوا عندكم مشكله، المشكله دي هي اللي بتخليكم تدفعوا ثمن الغلطات اللي انتوا بتعملوها. هي ايه؟ هي ان انتوا لما بتحبوا حد بتحطوه فوق دماغكم، بتبصوا بتعشقوه، ما بتبعدوش ابدا عن حياتكم. الفتره اللي جايه هتهتموا بنفسكم جدا، هتتحسنوا الاوضاع بتاعتكم، في اكتر من حاجه هيبقى فيها تغيير جذري. انتوا عندكم تغيير في افكار، تغيير في كلام، تغيير في امور الله اعلم، حرفيا هيكون في عندكم اكتر من تغيير حلو جدا على جميع الاوضاع بتاعتكم. طيب انتوا الفتره دي هتكونوا راضيين عن اللي انتوا بتعملوه، لان الرضا التام من ده هيكون من عند ربنا، بس خدوا بالكم من شخص كده بيتجسس عليكم وبيراقبكم، الشخص ده مسبب ليكم وجع وتوتر وانتوا مش عارفين تعملوا ايه. انتوا يعني بتقولوا ربنا ان شاء الله باذن الله هيرد لنا الخير، لكن الشخص ده انتوا مش عارفين هو عايز منكم ايه وعايز يأذي فيكم ازاي، مسبب لكم حيرة، مسبب لكم وجع، لكن انتوا بتحبوه، المشكلة ان انتوا بتحبوا. طيب انتوا بتقدموا او نفسكم في حاجات حلوة تحصل، لكن في اوجاع متلخبطة، في شوية مشاكل مع الشريك، او في شوية توتر مع الشريك بسبب طرف اخر او بسبب حد موجود في حياتكم الله اعلم. كمان انتوا هنا حاطين ايدكم على خدكم، ومن كتر الوجع اللي في المعدة او الضغط اللي عندكم
الامور عندكم يعني منعكسه، انتوا هترموا، هتجيبوا حياتكم كلها الكام سنه اللي انتوا عشتوها في الحياه وهترموها، وهتقولوا اللي قاعد من عمرنا هنبص عليه بالطاقه الايجابيه، وهتبعدوا عن اي حد موجود في حياتكم، وتتاكدوا تماما ان السحر هيتقلب على الساحر ومفيش حاجه بتدوم، وكل حاجه مكتوبه ومن عند ربنا، وان شاء الله باذن الله ربنا هيرد لكم الخير. طيب انتوا في حاجه، يعني في حاجه هتكتشفوها والامور هتتغير عندكم، في حاجه خايفين منها قوي 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 الفتره دي، والحاجه اللي خايفين عليها دي مش عارفين تعملوا ايه. انتوا عندكم مشكله ايه هي؟ ان اللي على قلبكم على لسانكم، لازم تداروا على خصوصيتكم، انتوا بتحبوا تحكوا وتفضفضوا، انتوا عايشين الحياه بتألق، وكمان عايشين الحياه كده ببساطه، لكن الناس اللي حواليكم بتديكم عين، بتقلب الفرحه الحزن، وبتضيع كل فرص عندكم في حياتكم. خلال 10 ايام 5 ايام هفي تحقيق حلم حلو جدا عندكم. طيب انتوا لازم الفتره اللي جايه تطمنوا، لان في امور عندكم هتطلعوا من اللي انتوا فيه، وهيبقى في طاقات جديده حلوه جدا جدا جدا. طيب البعض منكم هيبقى في طاقات مختلفه، انتوا بتاخدوا ساعات يعني من وقت للتاني بتاخدوا قرار ان انتوا تمشوا، الناس دي ما بترجعوهاش تاني لحياتكم. انتوا حصل عندكم فراق مع حد كان عزيز على قلبكم، وفي الاخر انتوا عشتوا حياتكم عادي وقلتوا خلاص هو اللي بعد وهو اللي ظلمنا، فخلاص احنا هنجري او هنستنى حاجة من حد هو مش عايزنا ليه. يعني من وقت للتاني بتحسوا ان انتوا عندكم عزة نفس ومستحيل تضيعوها. في ست عندكم، الست اللي عندكم دي جميلة جدا، عيونها حلوة، هي شكلها حلو، الست دي مركزة معاكم، الست دي يعني مركزة معاكم، هي مش بتأذيكم بس مركزة معاكم في كل حاجة في حياتكم، وهي قريبة منكم، لكن انتوا بفضل ربنا دايما بتكونوا واثقين في كل الخطوات بتاعتكم. انتوا هنا واقفين على باب الامان، او هتدخلوا على باب جديد، الباب الجديد ده قدامكم كام خطوة وهتدخليه، ومن بعد ما هتدخلوه الامور اللي عندكم هتتحسن وهتجري زي ما انتوا عايزين، لان الامور بتاعتكم دي ان شاء الله باذن الله خلال ايام حرفيا معدوده هتتحسن. انتوا هنا تحت ضغط او تحت تهديد او تحت عراقيل او تحت مشاكل، الله اعلم، يعني انتوا في حاجه ضغطاكم، في حاجه مأثره عليكم، في حاجه وجعاكم، في اكتر من حاجه مخلياكم كده بتزعلوا على نفسكم، في كدبه عندكم، والكدبه اللي عندكم دي يعني اكتشفتوا قد ايه ان هي فعلا الكدبه دي كبيره على حياتكم. انتوا ما بتحبوش الكذب، ولا بتحبوا النفاق، ولا بتحبوا الكلام الكتير مع الناس اللي حواليكم. عندكم اكتر من حاجة بتحصل في حياتكم هتحسن النفسية بتاعتكم وهتحسن الامور بتاعتكم. انتوا حاسين ان انتوا حرفيا مضغوطين الفترة دي، لكن بفضل ربنا الامور اللي عندكم هتبدأ تتظبط وهتبدأ تتحسن. في حد خذلكم عندكم، وفي حد لعب بمشاعركم، وفي حد لعب على حياتكم وامتلك، يعني حد دخل بانه بيحبكم وعايز مصلحتكم، لكن هو دخل بطريقة غلط، وده طبعا ظلمكم ظلم كبير جدا. بينكم وبين حد بتحصل مشاكل على اتفه الاسباب وعلى اتفه الامور اللي عندكم. طيب انتوا في حد عندكم بيأذي او بيلعب يعني بمشاعركم، حد بيحاول، او في حد هيوصلكم حاجه عن الشريك وانتوا هتصدقوه وهتعملوا شويه مشاكل مع الشريك، وبعد كده هتعرفوا ان الشخص ده كذاب او هو عايز منكم حاجة فهيلعب بيكم، لكن انتوا بفضل ربنا الخير عندكم هيزيد خلال فترة معينة، واموركم تبدأ هتلعب اكتر من دور ممتاز عندكم. انتوا الفترة دي
يعني هتبقوا اقوى من الاول. اي نعم في حاجات كتيره جدا بايظه عندكم، لكن هتصلحوا اكتر من حاجه. في ناس قريبه منكم من الجيران شايفينكم في الدخله والطلعه، حاطين عينهم عليكم، لكن انتوا رميتوا همكم لربنا وقلتوا احنا لينا رب كريم، وطول ما لينا رب كريم احنا ربنا اكيد هيجيب لنا حقنا الفترة اللي جاية. وده اللي انتوا بتفكروا فيه حاليا، ما بتفكروش في اكتر من حاجة. في حاجة شغلة بالكم حرفيا، الحاجة اللي شغلة بالكم دي يعني حاجة كبيرة عليكم، حمل كبير عليكم. انتوا ما بقيتوش عندكم طاقة تشيلوا مسؤولية، لكن انتوا قد المسؤولية، بس انتوا بقيتوا نفرين. لكن انتوا لما بتتحطوا في الحاجة بتثبتوا اشد الاثبات في حياتكم. عندكم رجوع حق الفترة اللي جاية، او رجوع ورث ليكم، الله اعلم. ما كان في اكتر من حاجة هتحصل عندكم الفترة اللي جاية. عندكم تغيير جذري على اوضاعكم بشكل ايجابي، الدنيا هتبدأ تلعب ادوار، هتبدأ تتيسر معاكم، وهتبدأ ان انتوا تحسنوا الدخل بتاعكم. طيب انتوا هنا عندكم يعني رقم 22 ده مميز بالنسبة لكم، او يعني الارقام الزوجية هيكون فيها تميز ليكم افضل، وهيكون فيها تحسنات حلوة ليكم. انتوا دايما بتتفائلوا بالخير، بتحبوا الناس اللي تديكم طاقة ايجابية، بتتكلموا مع ناس متتحسن اوضاعكم. فانتوا هنا هيكون اكتر عندكم اكتر من ايام حلوة، يعني ممكن تكونوا حاسين انتوا واقفين هنا وحاسين ان انتوا تعبانين، لكن فرحتكم هتكمل الفترة اللي جاية، وهتستعيدوا ثقتكم بنفسكم بعد فترة من الفترات. ففي اكتر من تحسن عندكم، او في معافاة من مرض، او معافاة من خذلان في حياتكم، الله اعلم. الصحة بشكل ايجابي هتلعب ادوار ممتازة عندكم، يعني وضعكم بسم الله ما شاء الله عليكم هيحسن اوضاعكم كلها. انتوا ممكن تكونوا بتشتكوا حاليا من وجع في الجسم، لكن فترة وهتعدي. البعض منكم عنده فحوصات لصحته او فحوصات لنفسه. الصحة عندكم هتتعافى، وهتكون في قمة الازدهار وفي قمة الحياة الجميلة. الله اكبر عليكم، هتكون طاقتكم مفتوحة، كل شيء هيكون على صالحكم انتوا، او كل حاجة هتكون لانتوا زي ما انتوا عايزين وبتتمنوها بشكل ايجابي جدا. الدنيا عندكم بسم الله ما شاء الله عليكم هتلعب العاب بشكل ايجابي، وهتتحسن اوضاعكم، وكل حاجة هتمشي عندكم زي ما انتوا عايزين. هتجيبوا ورقة وقلم كده، وهتبدأوا تصفوا حساباتكم، وهتبدأوا تشوفوا ايه الدنيا ماشية ازاي عندكم. عايزاكم بس تخلوا بالكم من نفسكم، وتخلي بالكم من صحتكم. والحاجة يعني انتوا بعض منكم ممكن يكون عنده مشاكل في تساقط الشهر، عنده امور في حياته بشكل عام، هيحسن اموره وهيظبط كل حاجة في حياته. طيب انتوا يعني الدنيا هتلعب معاكم دور ممتاز، او هتحسن الاوضاع بتاعتكم، الدنيا بتاعتكم هتبدأ تثبت، ورجلكم في اكتر من حاجة، الله اعلم. لو كان في مشكلة عندكم واقفة، ففي امور هتتحسن عندكم، الدخل اللي عندكم هيحسن اوضاعكم بكل الاشكال بتاعتكم. طيب انتوا خلال ايام معدودة هيكون في يعني تسرع، هتتسرعوا في قرار، هتحسوا ان انتوا غلطتوا. لازم الفترة اللي جاية تكونوا هاديين، وما تاخدوش اي قرارات في وقت عصبي، او في وقت مخنوقين متضايقين من حد، لا اهدوا خالص، لان الفترة اللي جاية دي ممكن حد يعرف فعلا يستفزكم ويعرف يستغلكم. فطبعا انتوا هتكونوا زعلانين جدا ان الشخص ده بيستغلكم، وهتكونوا انتوا مش عارفين تبدأوا مع الشخص ده ازاي، وهتكونوا خايفين. فلازم تعطوا قدر المستطاع ان انتوا تحسنوا اوضاعكم، وتحسنوا الامور اللي عندكم، وارموا ورا ظهركم، وما تستنوش اي حاجة من حد، لان اللي بيحاول يأذيكم هيحاول يلعب بمشاعركم. لكن بفضل ربنا سبحان الله وتعالى ايامكم كلها هتتحسن، والاوضاع بتاعتكم هتلعب دور كبير جدا، لان هيكون في امتياز حلو جدا على حياتكم انتوا الفترة اللي جاية.
وعشان كده انا بقول لكم خدوا بالكم من نفسكم واهدوا هدوا اعصابكم وما تلعبوش في حياتكم كتير او تتكلموا في حياتكم كتير، لان الفتره اللي جايه هتكون اثباتات وجود ليكم او هتكون اموركم هتبدا تلعب ادوار مختلفه. انتوا لازم الفتره اللي جايه تكونوا حريصين على قد ما تقدروا في اوضاع او في كلام او في امور او في التجديد عندكم. ابتداء من الايام اللي جايه هيكون في تحسنات حلوه، اسم السفر هتكون مفتوحه او مكان نقله من مكان لمكان الفتره اللي جايه. عايزاكم الفتره اللي جايه قبل ما تاخدوا اي قرار في وقت عصبي تكونوا تثبتوا وجودكم وتفكروا كويس جدا، وبلاش تكونوا مندفعين قوي الفتره دي. الوقت اللي جاي ده هيكون توقيت حلو جدا وهيكون نجاح حلو جدا عندكم، نجاح دراسة، نجاح أمور، في فلوس جاية لكم عن طريق سفر أو عن طريق حد غايب عنكم أو في حد هيبعث لكم فلوس، الله أعلم. في أكتر من حاجة هتحسن كلام عندكم وهتحسن هتخليكم كده تعملوا حاجات أنتوا بتحبوها، وساعتها هتحمدوا ربنا على تقول إن الدنيا بدأت تظبط معانا من بعد اللي إحنا شفناه في حياتنا. أنتوا هتكون عندكم كمية نشاط حلوة جدا الفترة اللي جاية، وهتبعد عن التهور وعن الألم وعن الظلم، لأن كل حاجة هتبدأ تاخدوها بشكل كده إيجابي. حاولوا تتحكموا في نفسكم وبلاش تتسرعوا، زي ما قلت الفترة اللي جاية فترة إثبات رجلكم، فما تثبتوش رجلكم في المشاكل، لا انتوا ادخلوا في أي حاجة بالطاقة الإيجابية علشان الرزق عندكم هيكون مفتوح وهيكونوا عندكم حاجات انتوا ما كنتوش تتوقعوها، لان ربنا كريم عليكم وهيرزقكم من حيث لا تحتسب، وهتحسوا ان ربنا حرفيا واقف معاكم وهيحسن الاوضاع بتاعتكم. وزي ما قلت ان انتوا هيكون عندكم تغيير سكن، عندكم تغيير مكان، عندكم تغيير احلام، في اكتر من حاجة هتتغير عندكم، عندكم استقرار بطريقة إيجابية وبطريقة جديدة على حياتكم. خدوا بالكم من العلاقات اللي انتوا فيها، وخدوا بالكم لو انتوا داخلين في مشروع مع حد المشروع ده هينجح نجاح كبير جدا وهيكسر الدنيا، علشان هتحسوا قد ايه ان المشروع ده جاي لكم من عند ربنا، وانتوا بتحبوا جدا ان انتوا تكونوا متألقين في كل حاجة في حياتكم. فخلال زي ما قلت ايام معدودة ربنا هتلاقيه بشركم بما انتوا تنتظروا، وايامكم بدأت تلعب ادوار كتيرة جدا ممتازة. يا رب قراءتنا تكون عجبتكم ونالت اعجابكم، وانتظروا مني قراءات جديدة الفترة اللي جاية اول باول، وان شاء الله باذن الله دايما انزل لكم طاقات ايجابية وفرج على جميع حياتكم. تحياتي لكم.